السلام عليكم ورحمة الله عز وجل. حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الـRCD اللي يرأسه محسن بلعباس أعطى كلمته الأخيرة فيما يخص المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة اللي باش يعملوها في 27 نوفمبر الجاي. طبعا حزب الـRCD اللي شارك في كل خرجات كل أسابيع الحراك، كل قيادته على رأسه محسن بلعباس، الحزب ما يقدرش يخون. و بعد ما كان يقول ما كاش انتخابات مع العصابات، ما يقدرش يخون، يروح يشارك في الانتخابات مع العصابات. إذن أعلن عن رفضه المشاركة في انتخابات تنظمها عصابة ولاد الحرام. ما يقدر يأمن بهذه الانتخابات بنزاهتها إلا ولاد الحرام اللي كيفهم. هذا ما كان. شكون يلعب مع لي فوايو؟ إلا لي فوايو. يفوا إتخ أن فوايو باش تكون. قل لي مع شكون تمشي يقول لك واش تكون. دي موا كي تو فريكونش تو ديري كي تو إي. حتى تفريق تدور مع الفوايوات، مع الصعاليك، مع البوندية، مع السراقين، مع المجرمين، راح تجي تقلب لي راك نظيف وتحب ترشح ويفوطي عليك الشعب، سافا با؟ هذه اون لوجيك اللي الـRCD فهمها، لأنه الـRCD اللي يرأس فيه محسن بلعباس ماهوش الـRCD تاع سعيد سعدي اللي بات عن التوفيق وعن الجنرالات. ويدير في التيران 470 متر باش يبني تيران ويدير 10 طوالات في الدار. دي طوالات يا بوغل دي في سي ما هذاك الحزب خلاص تاع واللي دبر اغتيال فرحات مهني صاحبه كما كتبها في الكتاب ديالو فرحات. هذا ما بقاش الـRCD، هذا راح كان الـRCD اللي واقف شوكه في حلق عصابة ولاد الحرام، في حلق النظام. هذا هو الـRCD اللي الناس امنت به منذ البداية. في نهاية الامر راهو اليوم الـRCD يتجاوب مع تطلعات الشعب الجزائري بعكس لفافاس وحزب العمال تاع لويزا حنون. لفافاس من بكري يعني بدا كان حتى واش مش عارفين تا خرجوا له مناضلين تاع لفافاس منهم واحد في بير خادم خرجوا قالوا لا اروحوا تشوفونا اروحوا شاوروا القاعدة. ما تشاورش القاعدة انت تبات مع ولاد الحرام تتفاهم معاهم وبعد تقول نشارك. واش تشارك واش تشارك مع ولاد الحرام تا انتخابات تنظموها دي فوايو تروح تتامن دونك تا ماكش تاع سياسة لا تاع فوايوات. هذا هو لويزا حنون هي من بكري الدور مع الجماعة ضربت الحبس على جال كان دور مع سعيد بوتفليقة والتوفيق وكذا. هادو جماعة التوفيق سي نورمال لويزا حنون تشارك في الانتخابات. وحنا قلنا شكون اللي راهو يمشي في البلاد من ورا ريدو بلوتو من الزيكوات متخبيين في الزيكوات. توفيق ونزار متخبيين في الزيكوات. مادام توفيق ونزار لويزا حنون تمشي سي نورمال تقدرش تقول لهم لا. حيك لويزا حنون تاع السنوات 90 راحت فبقات اليوم رانا في 2021 دونك لويزا حنون يعني دارت دراهم ودارت كدا وعاد دير بريزون شارج مرداوي في الخارج وي سي سا دونك وعاد عندها امتيازات وكارت كور فوالا دونك سي نورمال كو لويزا حنون تشارك في انتخابات ينظموها الفوايوات. هذا هو. بينما الـRCD لا الـRCD قال لك ما كاش انتخابات مع العصابات. ها ملي كيسمعوا المناضلين ديالهم فوالا. والقرار تم الاعلان عنه امام المناضلين ماشي في كومونيكي بتخبية، لانه لو لويزا حنون وتاع لافافاس انا ما نعرفش شكون راهو فيه وشكون ما راهش فيه جاو عملوا الاعلان امام المواطنين كانوا يضربوهم المواطنين المناضلين تاعهم يضربوهم المناضلين تاعهم
ما يخلوهمش يوسخوا الأحزاب، خاصة لفافاس، ما يخلوش الجماعة توسخ حزب لفافاس. دونك راحوا أعلنوا عن المشاركة، مريدوا حتى هما تعلموا يخدموا كيسيادهم، هذه هي الحكاية. المهم يقول لك كل واحد يعرف من واش من طريق توصل للخير. الارسيدي ما يقدرش يغلط في الطريق، لانه طيله الحراك وهو كل جماعه يخرج يعرف الطريق سينما. اما الاخرين ما يقدرش يعرف الطريق. ربي يقدر خير بلادنا، والسلام عليكم ورحمه.